بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون، متابعينا الكرام في كل مكان، هكذا ينطلق الشو الرئيسي، شوط القمم، شوط الأسماء الرنانة، وشوط مشاهدين الكرام انتظره الجميع بفارغ الصبر. هكذا مشاهدين الكرام ينطلق الشوط الرئيسي للحيل، شوط اشداد الذهبي، شوط التميز، وشوط الإبداع، وشوط الأصالة، وشوط نجدد من خلاله مشاهدين الكرام حفاظنا على عاداتنا وتقاليدنا وعلى هذه السلالات العربية الأصيلة العريقة. على بركة الله، إذا مشاهدين الكرام ينطلق مسك ختام هذا المهرجان، مهرجان سيدي سمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني المستشار الخاص لسيدي أمير البلاد المفدى، يحفظهم الله ويرعاهم. ينطلق هذا الشوط بمشاركة مزنة للشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، وبمشاركة الحذرة والوجبة ووقود والظبي والدوحة وام ثنيتين والنويعس، وشرارة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، كما أيضا تتواجد الغزيل لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، وتتواجد أمجاد للشيخ فهد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، كما أيضا تتواجد الذيبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ونوف أيضا متواجدة في هذا الشوط لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، كما أيضا يسجل هذا الشوط حضور صبر لهجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتواجد أيضا لمنصورة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وتواجد أيضا للشريجية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وتواجد لشقرة لمحمد بن سعيد بالكيلة العامري. مشاهدين متابعين الكرام، 17 اسما من العيار الثقيل، من الوزن الثقيل، تتواجد في هذا الشوط، شوط القمم، شوط الأسماء الرنانة، وشوط ليس مثله أي شوط، فلتكن المنافسة في مثل هذا اليوم وإلا فلا. أتابع بحضراتكم مشاهدين الكرام وأسير بكم إلى مقدمة هذا الشوط. النويعس تحتل المركز الأول لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني بقيادة ناصر بن مسفر الشهواني. أما المركز الثاني فهنا الظبي تحتل المركز الثاني لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني وبقيادة فهد بن سيف الخيارين. وقود تحتل المركز الثالث، وقود لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني مع المضمر محمد بن خالد العطية. رابع المراكز ضيفة الميدان منصورة، منصورة تحتل المركز الرابع وتحمل شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع المضمر عبيد بن شينان المري. أما خامس المراكز فأرى وأتابع الدوحة، الدوحة تحتل المركز الخامس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني وبقيادة ناصر بن مسفر الشهواني. خمسة أسماء إذن، خمسة أسماء مبدعة، خمسة أسماء متألقة تحتل المراكز الخمسة الأولى، وهناك أسماء أيضا ما زالت في وضع التهدئة وما زالت في وضع الانتظار. أعود إلى النويعس، النويعس تحتل المركز الأول لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني بقيادة المرعب ناصر بن مسفر الشهواني. الله 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 الله، تواجد المشاهدين الكرام للشعارات الكبيرة، كما أيضا يسجل هذا اليوم تشريف سيدي سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ولي العهد الأمين لمتابعة هذه المنافسات القوية، هذه المنافسات الشيقة. عموما المركز الثاني، وقود تحتل المركز الثاني للشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني بقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية الذي انتزع منذ قليل
الشداد الذهبي للزمول مع السعدي منذ قليل. أما ثالث المراكز فهنا الظبي، الظبي تحتل المركز الثالث للشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني بقيادة فهد بن سيف الخيارين. المركز الرابع وصلت أمجاد، أمجاد تصل إلى المركز الرابع تحمل شعار الأمجاد، تحمل شعار البطولات الكبيرة، السيوف والكؤوس والخناجر والدروع والشلف الذهبية والأشدة الذهبية والبنادق الذهبية، شعار أنجال سمو الشيخ عبد الله بن خليفة الثاني، شعار الأمجاد على ظهر أمجاد مع الموهوب علي بن حمد بن جرحب المري. خامس المراكز تتواجد فيه منصورة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة العمدة، عمدة المضمرين عبيد بن شينان المري. خمسة أسماء إذن مشاهدين الكرام تنطلق في هذا الشوط، شوط الصراع وشوط النزاع وشوط المنافسة الحقيقية. هنا مشاهدين الكرام، هنا المضمرين بخططهم، نعم هناك خطط ترسم ومعايير وضعها كبار المضمرين لمثل هذه الملتقيات الكبرى. عموما النويع استحتل المركز الأول، واحدة من الأسماء اللامعة من الهجن العزيز على قلوبنا جميعا، هجن أشبهها ببحور تتلاطم أمواجها بقوة، بقوة نعم، حيث تبحث عن الطريقة المثلى التي ستأخذها وستجرفها إلى مرسى الشداد الذهبي. انتصفت المسافة مشاهدين الكرام، والنويع استحتل المركز الأول للشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني بقيادة من؟ بقيادة المرعب ناصر بن مسفر الشهواني. أما المركز الثاني فهنا وقود، وقود تحتل المركز الثاني، ولكن تسللت أمجاد الآن، أمجاد تتسلل إلى المركز الثاني بحثا عن هذا المجد الذي يلوح في الأفق القريب. أمجاد للشيخ فهد بن عبد الله بن خليفة الثاني وبقيادة علي بن حمد بن حسين بن جرحب. المركز الثالث وقود، وقود تتراجع إلى ثالث المراكز للشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني ومع المضمر محمد بن خالد العطية. أرى منصورة ضيفة الميدان بدأت الآن، بدأت تقترب من المقدمة وتحتل مكان مميز جدا. رابع المراكز يسجل باسم منصورة الباحثة عن النصر وعن الانتصار في هذا الشوط، منصورة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وبقيادة عبيد بن شينان المري. أما خامس المراكز فهي الظبي، الظبي تحتل المركز الخامس للشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وبقيادة فهد بن سيف الخيارين. هذه هي الأسماء الخمسة، هذه الأسماء الخمسة العازمة على تقديم كل ما تملك من طاقات وكل ما تملك من عطاءات في شوط الشداد الذهبي. مسك ختام هذا المهرجان، إلى أين سيذهب هذا الشداد الذهبي؟ إلى وين مصيرك يا شداد؟ الله 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 الله، النويع ما زالت مسيطرة وما زالت مندفعة بكل ما أوتيت من قوة. في المركز الأول لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وتضفي على المركز الأول بأدايا ملبسا من ديباج ومن حرير، تحتل المركز الأول وتنطلق النويعس مشاهدين الكرام للشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني بقيادة ناصر بن مسفر الشهواني. أمجاد تحتل المركز الثاني مشاهدين الكرام، أدائها الملفت. وهنا أيضا وقود تتسلل إلى جانب منصورة، وبالحزم وبالجزم وبالعزم تتواصل الأصايل في تقديم كل ما تملك من طاقات وعروض. أربعة أسماء إذن مشاهدين الكرام على الكوكبة الرباعية هنا، بينما أشاهد الظبي تحتل المركز الخامس في هذه اللحظات. عموما مقدمة هذا الشوط لم يطرأ أي طارئ على هذه المقدمة، ما زالت الأمور تسير لمصلحة النويعس التي تحتل المركز الأول. النويعس إذن على المقدمة، ولكن إن بحثنا في الكشف فسنجد بأن المرعب يشارك في هذا الشوط، يشارك أيضا إلى جانب النويعس بشرارة، كما أيضا أنه يدفع بالدوحة
في هذا التحدي. نشارف أيها الحبل الكريم، نشارف على الكيلوين متر الأخيرة، الكيلوين متر المثيرة التي سيتحدد من عندها من هو صاحب الحظ السعيد الذي سينتزع اشداد الذهبي في هذا المهرجان الكبير. عموما النويعس ما زالت تسعد بصحبة المركز الأول مستأنسة وفرحة بهذا المركز المرموق، تقدم مشاهدين الكرام كل ما تملك وهي الآن في الصدارة، في الصدارة. ولكن الله يا منصورة، منصورة بدأت تتسلل الآن وتحتل المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع المضمر عبيد بن شينان المري. بن شينان مع منصورة، وكيلو ونصف الكيلو على النهاية، كيلو ونصف الكيلو على اشداد الذهبي وعلى الناموس. يا متابعين ويا مراقبين ويا مضمرين، الدوحة تسللت الآن مرشحة قوية في هذا الشوط، مرشحة لانتزاع اشداد الذهبي. تتسلل الدوحة الآن إلى المركز الثالث، الدوحة للشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع المضمر ناصر بن مسفر الشهواني. ولكن الخطورة وصلت مع الذيبة، الذيبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع المضمر فهد بن حصين النعيمي. ولكن منصورة، منصورة على المركز الأول، تريد أن تهدي هذا الشداد إلى أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. ولكن عادت الدوحة مرة أخرى، الدوحة 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 وأمجاد، أمجاد والدوحة، والسيطرة على المركزين الأول والثاني من خلال الهجنة القطرية. بينما الذيبة تتسلل الآن، الذيبة وصلتكم، الذيبة، الذيبة وصلت لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع المضمر فهد بن حصين النعيمي. والظبي وصلت في المركز الرابع، الظبي وصلت في المركز الرابع، وأيضا هناك الحذرة. اشداد الذهبي، إلى وين اشداد الذهبي؟ هل سيبقى في دولة قطر أم يغادر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؟ الدوحة ما زالت على المركز الأول، الدوحة على المركز الأول للشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع المرعب ناصر بن مسفر الشهواني. أمجاد في المركز الثاني للشيخ فهد بن عبد الله بن خليفة الثاني. ولكن المرعب، المرعب يقود الدوحة، والدوحة على المركز الأول. الله 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 الله، يا هو شوط، يا هو شوط. ولكن من وصلت؟ الوجبة، الوجبة، الوجبة وصلت الآن في المركز الثاني، الدوحة والوجبة، الوجبة والدوحة، واشداد الذهبي يبقى هنا في دولة قطر، يبقى مشاهدينا الكرام مع الدوحة ومع الوجبة. ولكن الدوحة، سلام سلام يا الدوحة، سلام سلام يا الدوحة، سلام. تهانينا مشاهدينا الكرام للشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على حصول الدوحة على المركز الأول، والتهاني إلى مرعب المضمرين ناصر بن مسفر الشهواني. المركز الثاني الوجبة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، أما المركز الثالث فجاءت فيه الظبي للشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، أما المركز الرابع فكان من نصيب أمجاد للشيخ فهد بن عبد الله بن خليفة الثاني، والمركز الخامس كان من نصيب الذيبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. تهانينا مشاهدينا الكرام لكل الفائزين بالخمسة المراكز الأولى التي تأهلت مباشرة إلى درهام التحدي. الدوحة مشاهدينا الكرام، مع الدوحة يمسي شداد الذهبي في الدوحة مشاهدينا الكرام. تهانينا إلى مالك الدوحة سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وإلى مرعب المضمرين ناصر بن مسفر الشهواني. التوقيت الزمني 12 دقيقة و42 ثانية وأربعة أجزاء من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وإلى مرعب المضمرين ناصر بن مسفر الشهواني. المركز الثاني جاءت فيه الوجبة حيث قطعت المسافة في 12 دقيقة و42 ثانية و24 جزءا من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وإلى المضمر سالم بن فاران المري. أما المركز الثالث فكان لمصلحة
الظبي التي قطعت المسافة في 12 دقيقة 45 ثانية وسبعة أجزاء من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وإلى فهد بن سيف الخيارين. المركز الرابع جاءت فيه أمجاد وقطعت مسافة 8 كيلومترات. أمجاد حلت في المركز الرابع حيث قطعت المسافة في 12 دقيقة و45 ثانية و23 جزءا من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ فهد بن عبد الله بن خليفة الثاني. المركز الخامس جاءت فيه الذيبة وقطعت المسافة الذيبة في 12 دقيقة و46 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم على فوز الذيبة بالمركز الخامس، والتهاني أيضا لمضمر الذيبة السيد فهد بن حصين النعيمي. هكذا